اللي حصل النهارده في المؤتمر الدولي للسكان لازم نتوقف قدامه كلنا. حضراتكم احنا بنزيد بطريقه صعبه بصراحه يعني، وهو امر يعني لا الدوله لوحدها ولا الاعلام لوحده ولا المساجد والكنائس لوحدهم ولا الكل، لازم كلنا نشترك في هذا الامر. الامر ده ما هو الناس يقول لك واحنا نعمل ايه؟ فين التنميه؟ فين الفلوس؟ السيد الرئيس النهارده قال جمله من الحاجات المهمه قوي، قال لك في الخمسينيات كان الناس بتاخد جنيهات، فعلا جنيهات، كام جنيه مرتب، وكانت الناس سعيده ومرضيه، والجنيهات الكلمه اللي هنقولها دي بتاعتي يعني لطيف، جنيهات فيها بركه. الناس النهارده بتاخد الاف ومش سعيده، هي دي مشكله، وده الاحساس، وده الاحساس. عارف رئيس، عارف بتقبض مرتب مش مكفيك، المرتب ده اللي كان قبل كده معرفش كام، 5 جنيه ولا 10 جنيه ولا 7 جنيه ولا 4 جنيه ونص ولا كام، كانوا في الوقت ده كانوا ما شاء الله، ده كيلو اللحمه 77 75 76 نتكلم 60 قرش، لما غلي بقى ب 70 وبعدين بقى بجنيه 77. فاكرين لما طلعت الناس وقال لك سيد بيه سيد بيه، كان دكتور سيد مرعي رئيس مجلس الشعب، سيد بيه سيد بيه كيلو اللحمه بقى بجنيه، يا نهار ابيض كيلو لحمه بقى بجنيه، ما هو ده قيمه الفلوس، قيمه الفلوس بقى بجنيه كيلو اللحمه 77. طب النهارده كيلو لحمه بكام؟ ده لما زاد كمان، لما زاد اللي كان ب 60 70 قرش بقى بجنيه، حصلت الزياده على كيلو اللحمه. عدد السكان، النمو الغير مسبوق، الدول بتزيد يا دوب شويه كده واحنا نزيد قد كده بسم الله ما شاء الله، ربنا يزيد ويبارك. سياده الرئيس النهارده الدكتور خالد ابو فار اتكلم على، قال لك حريه الانجاب. سياده الرئيس لما اتكلم قال له دكتور خالد انا بختلف معاك، الحريه المطلقه حتى في الانجاب، يعني ما هو لمسألة والرئيس يعني حددها بشكل واضح، يعني انه الناس يبقى عندها القدرة المعرفة. طب حريتك لحد امتى؟ لحد ايه؟ محدش بيتدخل بالمناسبة، لا بتنظم بتعمل كذا ولا تجيب، لا لا محدش اتكلم في ده النهاردة عشان محدش ياخد الموضوع في سياق ديني، محدش قال الكلام ده، لكن كلام بشكل عام اللي هو زي ما بقول لحضراتكم كده. فانت النهاردة هل هذه قضية بالنسبة لنا اشتغلت وبتعمل تنمية وبتعمل انت عايز مرتين ثلاثة تنمية عشان انت مع ايه؟ مع الزيادة السكانية على الأقل عشان تبدأ الناس تحس باللي بيتعمل، يوصلها اللي بيتعمل، هو مش واصل ليه؟ المواطن يقول لك طب أنا مش عارف، مش حاسس، مش واصلني، ما هو كل اللي جاي ده احنا تقريبا يوم زي النهاردة، يوم النهارده عندنا تقريبا في اقل من يومين زي ما قال الدكتور خالد بوفار النهارده حوالي 10,000، في اقل من يومين 10,000 مولود جداد،